Well, we all know that China is the reason that we are facing this. كلنا نعلم أن الصين هي السبب الذي جعلنا نواجه هذا الوباء العالمي. الصين عبر ردها الشمولي أخفت حقائق ونشرت معلومات كاذبة وعاقبت كل من قام بتسريب معلومات في بداية تفشي الوباء. ومن ثم حاولت استخدام تفشي كورونا لصالحها، وهو الأمر الذي جعل الوباء ينتقل من ووهان ليتحول إلى وباء عالمي مسببا موت مئات الآلاف من البشر وإصابة الملايين وخسائر كبيرة في الاقتصاد. بالنسبة للإيغور، تستخدم الحكومة الصينية الوباء حجة لنقل الإيغور إلى المصانع وجعلهم يعملون كعبيد. من خلال الحملة التي أشرف عليها، حصلت مؤخرا على شهادة من أحد الأشخاص الذين يعيشون داخل الصين، وتحدث عن اكتشافه لفتاة إيغورية قابلها وكانت تعمل في مصنع لصناعة الكمامات بنظام السخرة. كانت لا تحصل على طعام بشكل كاف. حدثني ذلك الشخص أنه كلما التقاها كانت تبدو أقل وزنا. تلك الفتاة تشكل مثالا لاستخدام إيغور بنظام الاستعباد والسخرة للعمل في مصانع المعدات الطبية والكمامات الصينية، والتي تقوم بدورها بتصديرها إلى كل دول العالم مستغلة الوباء العالمي.